بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله، يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الحلقة 73. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات الكرام، مستمعي إذاعة نداء الإسلام، إلى هذه الحلقة 74 من سلسلة دروسنا ومجالسنا بشرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه مع الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء. فأهلا وسهلا ومرحبا بمعالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله معالي الشيخ. نستأنف ما توقفنا عنده في باب صفة الصلاة، إذ قال رحمه الله تعالى: وعن شداد بن أوس مرفوعا: إذا كنز الناس الذهب والفضة فكنزوا هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. وللنسائي كان يقول في صلاته: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن هذه الكلمات العظيمة خير من الذهب والفضة التي يكنزها الناس، لأن الذهب والفضة يذهبان مع الدنيا، وأما هذه الكلمات فإنها تبقى للآخرة، والذي يبقى خير من الذي يفنى. وهذه الكلمات هي الثبات في الأمر، ثبات بأن يثبته الله عز وجل، كما قال جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فمن وفق للثبات على الخير وعلى الحق وفق للسعادة. نعم. والعزيمة على الرشد. العزيمة على الرشد، العزيمة هي النية الصادقة، والعزم هو والعزم من العزيمة، وهي القصد والنية الصادقة. نعم. وأسألك شكر نعمتك. أسألك شكر نعمتك، هذه الكلمة الثانية، شكر نعمتك. الله جل وعلا له نعم كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. والواجب نحو النعم هو الشكر، شكر المنعم. قال الله جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. وأثنى على عبده ورسوله نوح عليه السلام، قال: إنه كان عبدا شكورا. نعم. وأسألك حسن عبادتك. حسن عبادتك، لم يقل أسألك عبادتك، بل قال حسن عبادتك، أن يعني تكون العبادة عبادة صحيحة، وتكون صحيحة إذا كانت خالصة لوجه الله، وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأسألك قلبا سليما. قلبا سليما، سلامة القلب وسلامة الصدر
من علامات السعادة، سلامته من الشكوك والأوهام، سلامته من الغل والأحقاد. نعم. وأسألك لسانا صادقا. أسألك لسانا صادقا. اللسان له خطر عظيم إذا لم يقيده الإنسان بقيد وثيق فإنه يجني عليه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: كف عليك هذا، يعني اللسان. قال: أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال: وثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. نعم. وأسألك من خير ما تعلم. أسألك من خير ما تعلم، فإن الله جل وعلا علام الغيوب، يعلم كل شيء، فتسأله من خير ما يعلمه. فالله جل وعلا يعلم الخير ويعلم الشر ويعلم كل شيء، فأنت تسأله من الخير الذي يعلمه سبحانه. نعم. وأعوذ بك من شر ما تعلم. يعلم الشر سبحانه وتعالى، فتستعيذ بالله من الشر كله. نعم. وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. أستغفرك لما تعلم من أعمالي ومن نياتي ومقاصدي. الله جل وعلا هو علام الغيوب. علام صيغة مبالغة، كثير العلم، والغيوب ما غاب عن الناس. نعم. وللنسائي كان يقوله في صلاته. وفي رواية الإمام النسائي أنه كان يقول هذا الدعاء في صلاته، فيستحب أن يقوله في صلاته. نعم. ولأبي داود وغيره بسند حسن عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح. يعقد التسبيح يعني يعده بأصابعه صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي رواية بيمينه. في رواية أنه في الرواية الأولى أنه يعده بأصابعه، أصابع اليمنى واليسرى، أما هذه الرواية فإنه يخص اليد اليمنى، أصابع يد اليد اليمنى، تشريفا للتسبيح. نعم. وعن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. نعم، كان الكلام جائزا في الصلاة في أول الإسلام. كان الرجل يكلم صاحبه وهو يصلي، حتى نزل قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قانتين يعني اتركوا الكلام. القنوت له معاني، منها ترك الكلام. نعم. ولهما عن ابن مسعود قال: كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا فلم يرد علينا، فقلنا: يا رسول الله، كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، فقال: إن في الصلاة شغلا. نعم، كانوا في أول الأمر يكلمون الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وهذا كما في الحديث السابق أنه كان جائزا في أول الأمر، حتى نزلت هذه الآية: وقوموا لله قانتين. ولأحمد والنسائي: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إذ كنا بمكة قبل أن نأتي أرض الحبشة، فلما قدمنا من أرض الحبشة أتيناه فسلمنا عليه فلم يرد، فأخذني ما قرب وما بعد حتى قضوا الصلاة، فسألته فقال: إن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء، وإنه قد أحدث من أمره ألا نتكلم في الصلاة. نعم، كانوا يكلمون بعضهم بعضا في الصلاة، ومن ذلك أنهم كانوا يكلمون النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام قبل الهجرة إلى الحبشة،
فلما ذهبوا إلى الحبشة وجاءوا كلموه في الصلاة فلم يكلمهم، فكان في أنفسهم شيء من الخوف أن الرسول صلى الله عليه وسلم وجد عليهم بعض الشيء أو امتنع من كلامهم، ظنوا أن هذا من باب هجرهم. فبين لهم صلى الله عليه وسلم أن الله يحدث من أمره ما يشاء، بمعنى أنه يشرع سبحانه وتعالى ما يشاء لعباده، وقد شرع السكوت في الصلاة. نعم. وعن ابن عمر قال: قلت لبلال: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال: كان يشير بيده. نعم، كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فلا يرد عليهم بالكلام، وإنما يرد عليهم بأن يشير بيده عليه الصلاة والسلام. نعم. وصحت الإشارة من حديث أم سلمة وعائشة وغيرهما. الإشارة برد السلام في الصلاة ثبتت من عدة وجوه. نعم. ولمسلم عن معاوية بن الحكم السلمي قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثك لأمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا شتمني، قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما سبق في الحديث الذي قبل هذا أن الكلام كان جائزا في الصلاة في أول الأمر، ثم نهوا عن ذلك، ولم يعلم هذا الصحابي بنسخ هذا الحكم، بل بقي على التكليم في الصلاة. كلمهم فنظروا إليه نظر مستغرب، فلما سأل عن سبب ذلك ولماذا لم يكلموه ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر قد نسخ، وأنهم نهوا عن الكلام في الصلاة، وذلك في قوله تعالى: وقوموا لله قانتين. فالقنوت هنا هو ترك الكلام في الصلاة. نعم. وللبخاري عن أبي هريرة قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وقمنا معه، فقال أعرابي وهو في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: لقد حجرت واسعا، يريد رحمة الله. نعم. ومن الكلام في الصلاة أن هذا الأعرابي قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، قاله في الصلاة بناء على ما سبق أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سلم قال: لقد تحجرت واسعا يا أخا العرب، أي قصرت رحمة الله علي وعليك فقط، ورحمة الله واسعة كما قال سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء. نعم. وله تعليقا عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في صلاة الكسوف. نفخ في صلاة الكسوف، والنفخ ليس كلاما إلا إذا بدا منه حروف، إذا بدا منه حرفان فأكثر صار كلمة. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان بالليل والنهار، وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح.
علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب، كان يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم بالليل من باب وهو يصلي، ويدخل عليه بالنهار من باب آخر وهو يصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى ترك الكلام في الصلاة. نعم. إذا دخل عليه وهو يصلي تنحنح. نعم، تنحنح فيه، هذا دليل على أن التنحنح يجوز في الصلاة، والتنحنح إذن، يتنحنح لعلي يأذن له بالدخول. نعم. وعن عبد الله بن الشخير قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشع في صلاته لأنه يتدبر القرآن ويتأثر به ويبكي عليه الصلاة والسلام، ويكون لصدره أزيز كأزيز المرجل، وهو القدر الذي يغلي على النار من البكاء. وفيه إسرار البكاء، وأن الإنسان لا يجهر بصوت البكاء، بل يكنه حتى يكون كأزيز القدر. وفيه خشوع الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة، تدبر القرآن. نعم. قالت عائشة: إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قرأ القرآن غلبه البكاء. لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به المرض، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قال لعائشة رضي الله عنها: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة رضي الله عنها: إن أبا بكر رجل أسيف، أو رجل يغلبه البكاء. يغلبه البكاء، أسيف يعني يغلبه البكاء في الصلاة. رقيق. نعم، رجل رقيق، رجل أسيف، أو في رواية ورجل رقيق، هذا الحديث بمعنى أنه يتكلم، أنه يبكي في الصلاة. فقال: إن كنا صويحبات يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. هذا يدل على فضل أبي بكر رضي الله عنه، أنه أفضل الصحابة على الإطلاق. وفي هذا إشارة إلى استخلافه من بعده، وقد فهم الصحابة لما اختاروا أبا بكر الصديق خليفة للمسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، استدلوا بتقديم الرسول له في الصلاة، وقالوا: أيرضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ولا نرضاك لدنيانا؟ نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وضعف مثوبتكم. إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا الدرس من دروس شرح كتاب الحديث، نلتقي وإياكم في الدرس القادم إن شاء الله، وأنتم على خير والسلام.